السلام عليكم، يا نت وانا كونكت بلس repeat after me junk modeling making jewelry outdoor art battery computer animation sculpture making collage designing clothes competition creative exhibition museum painting, cardboard box, plastic bottles, beads, bracelet, lids, necklace, foam, عشان تعليق poem, foam, scale, clay, planet, material, wood, stone, leaves, bowed, temporary, shells, enter, entered, appear, appeared, suppress, expressed, design, designed, melt, melted, recycle, recycled, show, showed, shown, sent, 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 Make, made, made. Wear, wore, worn. Find, found, found. دول طبعا حفظيته. مستر كونكت بلس ولا كونكت؟ بس يا حبيبي ركز معايا كده عشان عندنا كذا حاجة النهارده. بص معايا النهارده عندنا كذا حاجه في الجرامر كده عايزين نقولها سبق يا عمر يا رمضان اتعدل اول حاجه قديمه طبعا عندنا اللي هي so and because دي أول حاجة معايا النهاردة so and because so يعني لذلك because يعني لأن فعادي كده لو أنا جيت قلت لك إيه why didn't لما لا لم يعني في الماضي بقى why didn't you go to school لما لم تذهب المدرسة فانت هتقول لي كده الانسر بتاعتي هتستخدم لي رابط اسمه ايه؟ because اللي هو لان هتقول لي because I was ill ماشي ممكن اكمل الجمله because I was ill لاني كنت مريض I didn't go to a to school because I was ill تمام I didn't go to school because I was ill, I didn't go to school. تمام؟ بعد كده قال لي أنا ممكن أستخدم بدال because أستخدم مين؟ so بس هعمل إيه؟ هعكس الكلام فهاجي جاي قايل كده I didn't go to school sorry يا شباب I was ill I was ill so
I didn't see go to school. سهلة بيجوز وسهلة مين سو. مش مفهومش مشكلة. دي أول نقطة. صعبة ديت؟ تاني حاجة نتكلم فيها. بقول لك إيه؟ قعدنا في البيت. تمام؟ إحنا كنا في البيت، فأنا ممكن أقول لك وي وير. بص بقى الكلمة ديت. بص بقى الكلمة ديت. We were indoors. We were in ايه؟ indoors. طيب بابا وماما كانوا بره. هتقولوا كده they ها were outdoors. They were ايه؟ outdoors. يبقى خلي بالك كده اللي فيها اس بعتبرها مكان. بعتبرها ايه؟ مكان. يعني اقول لك وير ار يو؟ ار يو outdoors ولا indoors؟ فتقول لي والله اي ام ايه؟ indoors. انا جوه في البيت يعني ما طلعتش. او تقول لي يا محمد ايمن ها اي واز ايه؟ outdoors معناه ان انا خرجت بره الايه؟ البيت. ادي واحده. مفهومين دول؟ سمس هما لوج. طيب اشيل الاس بقى. اشيل مين؟ الاس. هيبقوا ايه؟ indoor واوت ايه؟ دور. ركز يعني ايه بقى اندور واوت دور؟ في لعبه مثلا زي التشيس. تشيس اللي هو الايه؟ الشطرنج. في لعبه زي الفوتبول. هل الاثنين زي بعض؟ لا طبعا. حتى في المكان بتاع اللعب بتاعهم. في واحده هنقول عليها ان ذا تشيس از ان indoor. indoor ها indoor من غير الاس. an indoor game. يعني ايه an indoor game؟ لعبه تقدر تلعبها جوه بيتك صح. طب what about football؟ لا يبقى football is an outdoor من غير اس. من غير ايه؟ اس. outdoor game. انا لو قلت جوه الجمله ولا نص الجمله ولا الكلام ده انا ما قلتهاش كده. نعم an indoor game يعني لعبه تمارس جوه البيت. انت الشطرنج ده لازم له ملعب؟ ها لازم له قاعه؟ لا في اي مكان هتقعد تلعب شطرنج. يبقى an indoor ايه؟ game. تعرف تلعبه في بيتك indoor. انما الكوره تقول لي يا مستر بقى انا عمال انطط الكوره طول النهار في البيت. طب ما اندور جيم اهي. لا يبقى مش ده مكان الكوره. يبقى دي اوت دور ايه؟ اوت دور جيم. مفهومه؟ صعبه ديت؟ ماي في بنت ماي نعيدها؟ يا خرابي على العسل. بسم الله انا يا ابني بص هجيلي السكر منك. ركز معايا. الرول الاخيره. الرول الاخيره ركز معاها عمر. افرض مثلا يعني اني خصمتك يوم ودلوقتي لو انا جيت جاي يا اسيل اليك يا اسيل what happened if we need water what happens if we need water. اللي يحصل لو يا مكرم سخنا الميه. متوقع من اسيل كم اجابه؟ واحده بس صح اللي هي هتقول لي ايه؟ it boils. it ايه؟ boils يعني الميه تغلي. طب يا اسيل ولا كوب ايه يحصل لما الميه تغلي؟ توقع منها كم اجابه؟ واحده اللي هي it ايه؟ evaporates. it ايه؟ evaporates. طيب ساند لو جيت قلت لك يا ساند فريدي انت جعانه تعملي ايه؟ تقولي لي اشرب؟ لا هتقولي ايه؟ we eat ناكل. طب ولو عطشانين we ايه؟ فقال لي دي كلها انا عمال اعمل افتراضات. اعمل ايه؟ افتراضات.
افتراض، انا بفترض، انا ايه افترض. تعمل افرض بقى ان انت عملت حاجه تاني، هضربك. كلمت مع اللي جنبك، هضربك. خلاص كده عايز اعبر عن الكلام ده، الافتراضات دي بنعمل ايه؟ قال في رول عندنا اسمها اف، اسمها ايه؟ اف كونديشنال. اف كونديشنال يعني حاله اف. طيب عندنا درس النهارده بيتكلم عن اف كونديشنال زيرو، هي بنسميها ايه؟ زيرو كونديشنال. بنسميها حلوين، زيرو كونديشنال. يعني ايه كونديشنال؟ حاله شرط. حاله ايه؟ شرط. هي امتى الميه تغلي؟ لازم في شرط سخنها. امتى الميه تتبخر؟ في شرط لما تغلي. امتى هتروح تاكل؟ لما تجوع، في شرط. امتى لازم تشرب؟ عطشان، لازم في ايه؟ شرط. ايه يا محمود؟ ايه يا محمود رافع ايدك ليه؟ محمود انا مش عارف انت رافع ايدك ليه. خلاص نزل ايدك اهو. ده بيقول لواحد يركز، كل واحد. الناس سامعاني اونلاين يا شباب؟ طيب تعال نشوف الكون من ايه الرسوم. اول حاجه اف او وين، اف او ايه؟ وين. شفت في الساينس تلاقي المستر يقول لك ايه؟ وات هابنز اف، ماذا يحدث ايه؟ اذا. اهي احنا هنبتدي بإذا. هي ايه؟ اف. يا اسف، اسف. او وين، عندما نفعل شيء حاجه تانيه ايه؟ تحصل. تمام؟ فهنقوله كده. بيجي بعدها كام جمله؟ جملتين. بيجي كام جمله يا شباب؟ جملتين. اول جمله لازم تكون present simple. خلاص؟ present ايه؟ simple. طب والجمله الثانيه؟ قدامك حل من اتنين، يا تجيب present simple برضو، يا اما ممكن تقول كان بلس ايه؟ انفنت. تاني تاني تاني، اف كونديشنال ذا زيرو، زيرو زيرو كونديشنال. اف اور وان، يجي كام سنتنس؟ تو. الأولى اللي بعد الرابط دول present is simple، الجملة الثانية برضو present is simple. دي اسمها zero conditional، آلة صفرية تتكلم عن الحقائق. عدد الاحتمالات الأخرى زيرو، عدد الاحتمالات الأخرى زيرو. إنما لو قلت لك كده، لو معاك فلوس، اللي يقول لي هسافر، اللي يقول لي هشتري، في 1000 احتمال، تعملي ايه؟ انما لو جالتي الميه، شال احتمال واحد ان هي ايه؟ تتبخر، يبقى في كام احتمال تاني؟ زيرو. زيرو، فعشان كده بقت اف زيرو كونديشن. خلاص؟ زيرو كونديشن. دي بتتكلم عن الفاكس. دي بتتكلم عن ايه يا شباب؟ فاكس، حقائق بس. طب تعالى ندي اكزامبلز. قبل ما اروح للاكزامبلز، أنا أشرح الأول الـ present simple بسرعة، فرق فين؟ الـ present simple ممكن أستخدم أصلاً verb to be اللي هو am أو is أو إيه؟ are، ماشي؟ وأجيب بعده object صفة، تمام؟ زي لما أقول لك كده if you are إيه؟ صفة hungry. If you are hungry، لو أنت جعان، إيه اللي يحصل؟ you eat. You eat تأكل أو are، أو لو فعل تاني غير verb to be على حسب ال pronouns يا ضمايم. لو he
او شي او ايه؟ اس. كنا بنجيب الفعل ونزود له اس او ايه؟ اي اس، ومع البروناونز اللي هي اي وي يو داي كنا بنعمل ايه؟ بنجيب الفعل مصدر فقط. مثال يا مستر مش فاهم، يعني اقول لك كده if you boil water, if you boil او if you heat water، خليها if you heat عشان انت اللي بتسخن بس. if you heat water او بطريقه ثانيه if water بويلز، ووتر ديت اللي هي ايه؟ ات صح؟ ويو اهي جبنا المصدر عشان ات حطينا مين؟ اس. اف يو هيت ووتر ات بويلز، ات ايه؟ بويلز بريزنت سامبل. اف ووتر بويلز اللي يحصل لها؟ ات ايفابوريتس. صعبة؟ صعبة؟ تاني مين؟ water boils اهي. لا كده قلب الاصل ان احنا بنضيف اس، انت بقى بتضيف الاي اس لو في سي اتش، لو في اكس، لو في او اس اتش دبل اس دي بساعتها بنضيف اي اس. انما فيرب عادي زي ووك مثلا بس على طول، انما واتش بقى واتشز ماشي اي اس. معايا مايا؟ شوفوا كده اكسرسايز. طبعا يا اف يا وين، يا اما اف يا اما يا دارت وين. نعم ما فهمتش الجزئيه دي عشان انت كنت باصص على اللي وعمال تحفر في الديسك، انت ما فهمتش عشان كنت بتحفر في الديسك بالقلم اللي معاك. ها طب ولو جبتك على الفيديو، ولو جبتك انا على الفيديو ان انا بصيت لك، لو جبتك انت بتقول ما حصلش، انا بقى لو جبتك هعمل فيك ايه؟ مش عايز حد يتكلم. ها يعني انت كنت بتعمل اهو، سيارة بص معايا كده بيج، ركز معايا يا حبيبي. هقول لك يا حبيبي حاضر رايح له بيج 24. سيف عمارة، سيف عمارة، I always a happy when I paint. فيل Feel. ماشي كويس كمل. Two. If I paint, I a sad. في الباهر. دون يدهن. I a don't feel don't feel. I don't feel. بعد كده براء. وحضرتك يا مستر if you paint you a paint in your hands get you get you can make green if you a blue and yellow mix ماكس شاطر. جنى، ما حضرتك جنى سوري جنى، جنى انت في المجموعة الثانية اصلا صح؟ ايوه بس النهارده عرفت اجي. طيب يا جنى ماشي. if she a her brush in water she cleans it if she puts puts s present simple. بعد كده if it rains ايه انا ما قلناش دي بقى
ما قلناش دي. بص يا حبيبي كده، انا ممكن بدل ما اقول لك if you are hungry you eat او you can eat، انا ممكن اقول لك كده يا حبيبي if you are hungry eat، من غير بقى فاعل، كل ده فعل ايه؟ امر. if you are hungry اعمل ايه؟ eat على طول. if you are thirsty. نعم حضرتك انت حضرتك ما عملتش شير للشاشة. لا عامل شير انت بس بتتكلم. كده ظبطت؟ لا انا بشرح مش بكتب، انا بشرح كده مش بكتب. ماشي يامن، يامن انا فكرتك بتشرح كتاب. أنا بكتب، إنما أنا مش محتاجة كتاب. خلاص أقول لك كده if you are hungry، ها if you are hungry إيه؟ eat. if you are hungry إيه؟ eat. if you are thirsty إيه؟ drink. if you are hungry eat. if you are thirsty if you are tired take a rest. take a إيه؟ rest. يبقى مش لازم أعمل جملة تانية، أنا ممكن أقول على طول فعل إيه؟ فعل أمر. ماشي يا طارق؟ فهمت يا طارق؟ تعال 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 يا حبيبي. عامل ايه؟ ما انا عارف والله ما كنت بتلعب. انت ايه؟ مش يا ابني انت هتصاحبني يا ابني. ايه ده اسمك كده؟ اسمك طارق ايه؟ سامي صح؟ طب يا طارق لو قلت لك عايزك تقول لي لو جعان كل هتقولها لي ازاي؟ بس الشباك كده يجيبها تمام؟ طب لو هتقول لي انا ها؟ لو جعان، لو انت جعان كل هتقولها ازاي؟ اه يعني هو انا مش انا شرحه؟ صح؟ حتى قاعد مش مركز. If you are زي ما قال حلوب ده if you are hungry eat. بص بركز. if you are hungry eat. if you are hungry اعمل ايه؟ كل. مش لازم اقول لك you eat، لا اقول لك ايه على طول؟ eat. مفهومه يا يامن؟ تمام يا مستر. حد مش فاهمها؟ أمر أه شمبانزي. ماشي if it rains كان دور مين؟ جنة. أه جنة if it rains إيه أنا أمبريلا؟ أيوز يوز على طول. طب لو هي يبقى هي إيه؟ يوزز. لو أي تبقى يوز برضه، فاهمين؟ انما هنا عشان ما فيش فاعل فاخترنا امر على طول. اعمل يوز. ثانك يو جنة. عندي استاذ سيف عمارة قال محمود عبد ربه. نعم يا مستر. هات if ميه اشرب. حل يا حبيبي. if I go to bed late I can't I can't wake up in the morning. wake up I can't wake up. صلح لي اللي بعدها. if you leave your painting for about an hour Our the paint dry يعني paint try dry yes try rise tries tries يا جيف tries. تمام تمام الله ينور. اللي بعده عندنا يامن. يلا يا يامن if you use recycled paper you can can. كمل يا يامن.
If you are free, visit. فعل أمر على طول. Visit. اللي بعده. يلا يا كله قال أونلاين. كله قال أونلاين. عمر. When you eat at school, come to the classroom. يعني كل مين عمر الخطاب مثلا عمره. قول يا ابني. ها؟ ما سمعتش. يا ابني ما سمعتش، جايز تبقى صح. When you eat. قريب. قريب. قريبو. أريفو. أرايف. When you arrive. ولا حريف. We can eat green. Get shot. ما علينا بقى، دورك زورو أي حاجة. باي. تعال نقرا التكست كده حبيبي بقى. شوية تكست بقى غلسة، رزلة، بايخة. بس هو لازم هنقراه. بص يا حبيبي. فعل امر اهو. Sixteen. Show your creativity. Show your creativity. اظهر ابداعك. Show your creativity. Enter our fun competition and show us how creative you are. ادخل مسابقتنا وورينا مدى ابداعك. We want children between the ages of 5 and 15 to send us. يبقى هي مسابقة، عايزين الأولاد ما بين سن 5 و15 عشان يورونا الإبداع. ييجوا يا أخويا هنا، ييجوا هنا يشوفوا الإبداع مصطفى غزال، صح؟ أهو إبداع قاعدين. الريف مثلا، تلاقي الريف، تلاقي محرم على اليمين، تمام، تلاقي عمر رمضان على الشمال كده، يعني فريق الإبداع. Enter our fun new competition and show us how creative you are. We want children between the ages of 5 and 15 to send us their creative work. يبعت لنا العمل الايه بتاعهم الابداعي. Your work will appear in a big art exhibition in the city museum. يبقى هيظهر في معرض فني كبير في الايه؟ المتحف اللي في المدينه. ماشي. There are. انت معاك كتاب؟ طب ركز هنا بقى. There are so many different ways you can express yourself. في طرق كتير تعبر فيها عن نفسك. You could send us a painting. ممكن تبعت لنا لوحة. A photo, صورة. A poem or a story. Or why not try something new? طب ما تجربش حاجة جديدة ليه؟ Here are some ideas for different creative activities to get you excited. في افكار اهيت علشان انت ايه؟ تورينا ابداعك يعني، تمام؟ انت محترم والله العظيم، انت محترم يا عبد الرحمن، محترم يا عبد الرحمن والله، ان شاء الله عليك الله اكبر. لا وقت كده يا عم، بعد الحصه بقى، قبل الحصه، انت مالك؟ حبيبي ما حدش ولد، انا مش هقعد اقول رايي لكل واحد، انا بس هو عاجبني احترامه كده، ستايله يا ابني والله، ياما محترمين. انت صايع يعني في الشارع؟ نعم انت محترم، انت منطرع. انا غلطان، انا خلاص يا ابني، خلاص يا ابني، انت خلاص، انا اسف. لا العيال يا اخي، ده يهود يا اخي، عشان قلت على كويس، خلاص كله هيبقى عايز يسمع. انت كويس، انت كويس، انت معايا اصلا.
There are some قلناها دي خلاص. Junk modeling. تعالى بقى نشوف اللي ايه النماذج الإبداعية دي. Junk modeling. What can you make with a cardboard box? لو انت معاك كرتونة، كرتون يعني تعمل بقى ايه؟ Plastic bottles and lids. ومعاك بلاستيك وأغطية كده. Try junk modeling. تعمل بقى شكل عرايس، عربية، فاهم، حاجات كده models. Try junk modeling. ويعني ايه junk؟ قمامة، خلاص؟ فلما يقول لك junk modeling اللي هو استخدام القمامة في عمل ايه؟ أشكال. Use your creative and design skills، مهاراتك الإبداعية والتصميمية، to build a rocket، أشياء، سفينة، or a car or a house. بعد كده battery، لو انت بقى من اللي بتحب تفعص. Do you like getting your hands messy؟ عايز ايديك تتلطخ بقى. Then try battery، اللي هو فن الايه؟ النحت. اللي ماشي، اللي هو الاواني الفخاريه. انت بتنحت في التسميع من اللي جنبك، دي حاجه تانيه، ده فن نحت من حته تانيه. Then try battery. Use clay to make a bowl, a cup, or a vase. أو اعمل لي vase. Designing clothes. تصميم الملابس. If you can't find anything you want to wear. لو مش لاقي حاجة تلبسها وقاعد صلبوطة بلطة كده. How about designing and making your own clothes? وظبط أنت هدوم لنفسك. You can use recycled clothes to save money and help the planet. انت ممكن تصمم هدوم وتلبسها انت. If you can decide, if خلاص يا بابا، خلاص يا سيدي، خلاص يا سيدي. If you can decide what to use in your project. لو مش عارف تعمل ايه في مشروعك ده، use a bit of everything، هات حاجة من كل حاجة. You could make a beautiful collage with material, paint and colored paper. تجيب بقى ورق ملون، قص ولزق، وتلزق وتعمل شوية حاجات جميلة يعني. اللي بعد. Making jewelry، تعمل مجوهرات. Use beads، استخدم الخرز. To make beautiful jewelry، عشان تعمل مجوهرات جميلة. For example, necklaces or bracelets، دي حظاظات أو بتاع حاجات دي. Sculpture، you could use wood، ممكن الخشب، النحت بقى. Use wood, clay or stone to make a sculpture، تعمل تمثال of an animal, a person or a completely new shape، أو تعمل شكل جديد. أو outdoor art، اللي هو الفن خارج الايه بقى؟ البيت. تطلع تروح على البحر، تجمع الصدف، تجمع مش عارفه ايه، تقعد تعمل بيهم اشكال. دي اسمها ايه بقى؟ اوت دور ارت. قلنا كلمه اوت دور يعني من الخارج. ارت فن، يبقى هو الفن ايه؟ بالخارج. You the things you find around you in the outside world، في العالم الخارجي. For example, leaves، اوراق الشجر. Or shelves, صدف، to make some outdoor art. بعد كده computer animation، يعني ايه animation؟ كرتون. فتعمل الكرتون باستخدام الايه؟ كمبيوتر. If you prefer using technology, you could use your computer skills to make an animation. Moving pictures can tell a great story. يعني ايه moving pictures؟ الصور الايه؟ المتحركه. هات لي انحل ده listening طبعا. You could use your computer skills if you like technology. You could use your computer to make an animation. Moving pictures can tell a great story. The listening. There are many things you can do.
ايه ميك ميك read and complete. دور كان عند الاونلاين قالوا قول يا اسر. We want children between the ages of 5 and 15 to send us their a work artwork. لا creative work. Creative work. Your work will appear in a big art. عبد الرحمن مهيمن، مش عارف جاي معايا ليه يا عبد الرحمن. عندك اخ اسمه عبد الرحمن؟ طب ابو هاته اخ يسموه عبد الرحمن. ها انت قلت بينتينج بيج ارت اكسبريشن، معرض فني. بعد كده شطوي. There are so many different ways you can express. You could send us a بسومي. painting. Choose the correct answer. يوسف. قول يا يوسف. You can use leaves. جدع. جدع. عشان ده اوت دور بره البيت. يبقى اوراق شجر. بعذركم يا جماعه هضرب عمر رمضان. To make jewelry, you can use different colors. إيه؟ يلا نكمل. نكمل. اطلع يا آدم، اطلع يا آدم. To make jewelry, you can use different colors. قلنا ايه؟ beads. beads اللي هو الخرز. يلا يا صياد. You could use plastic. You could use plastic bottles or a box in junk modeling. كارد بورد ورق كرتون كرتونة يعني صياد. Wood or A are good things to use for sculptures. Clothes تعمل تماثيل من القماش. Clay صلصال. عبد الرحمن. Wood or A are good things to use. قلناها. You could use A to make an animation. Computer.
If you design clothes, you can save money by using recycled. زياد. كلوز ماشي، قماش مستعمل. طيب احنا قلنا page 19 homework. يا مستر المايك مقفول. الهوم ورك احنا معانا حبيبي في الباهر كتابين، كتاب كبير كتاب صغير. الكبير هتحل لي pages 14 و15، والصغير مستر في 19 ايه؟ كلمات التسميع اللي هو lessons 1 و2 page 14 و15، مستر والهوم ورك 19 يا مستر. ايوه تسميع يا يامن، معلش تسميع. الباهر الصغير بقى هتحل فيه pages 5 و6 و7، انا كده كده هبعت على الجروب. المرة الجاية عندك امتحان، اقسم بالله هلاقي حد غاب عن الامتحان، تمام؟ ميعادك الساعة 5:30 هنا، صح؟ تمام؟ جيت لقيتك بقى جاي لي بعد الامتحان بنص ساعة ولا بتاع، ما انتش ممتحن ومش مكمل، اقعد في بيتك. ما فيش. امتحان شامل، الدكتور شامل. اليونتس 1 و2 وفيهم اختبار على الكلمات. ماليش فيها حبيبي، هتسمعها تاني، هي مش بتخلص. اتفضلوا يا شباب.